ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. يا رب تلطف شوفوا الكارثة اللي دارت قنينة غاز داخل أحد المخابز. شب حريق مهول أمسين السبت في أحد المخابز المتواجدة على مستوى حي الغزو بمدينة الجديدة، الأمر الذي خلف حالة استنفار وسط السلطات المحلية والأمنية. وذكرت مصادر مطلعة أن الحريق قد اندلع بشكل مفاجئ نتيجة انفجار قنينة غاز، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص العاملين بالمخبزة السالفة الذكر. وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الإطفاء التابعة للوقاية المدنية تمكنت من إخماد ألسنة النيران ومحاصرتها للحيلولة دون امتدادها إلى المحلات والمنازل المجاورة. وأشارت المصادر نفسها أنه جرى نقل المصابين على وجه السرعة نحو قسم المستعجلات التابع للمستشفى الإقليمي محمد الخامس قصد إخضاعهم للفحوصات والعلاجات الضرورية. وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المذكورة فتحت تحقيقا عاجلا في الموضوع من أجل الوقوف على ظروف ملابسة هذا الحادث، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة. الجديدة يا رب السلام عليك، ما تعرفوا مخبز طبقات فيها بوطوس علاش فيها العافية، يعني هاتي كنتوا فحنا يا خاطر خاطر وصادم جدا جدا، يعني كما كتشوفوا شوف 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 تدرج ان كلشي تفرقع عليه، حتى من الدريه دابا راه تم نقلهم الى مستشفى محمد الخامس لاخذ العلاج ديالهم لانهم تخلقوا من هذاك الدخان. يعني كما كتشوفوا شوفوا الحريق، فهمتي، بان كله تحرق، كله تحرق وراه يكون تحرق. يعني حنا ما عرفناش يعني شنو السبب، هو البوطه ولكن كيفاش تحلات فيها، كيفاش يعني شن يعني الامور يعني اللي كانت كانت يعني الامور يعني صراحه ما الله يجيب الشفاء للدريات هذو اللي كانوا خدامين هنايا اللي تم نقل ديالهم عبر مستشفى محمد الخامس لهذه الاثناء. يعني حنا قلنا لكم الحدث كما هو، كما كتشوفوا على المباشر الفتيات اللي 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 تنقلوا عبر الوقايه المدنيه وكنتمنوا لهم الشفاء.